كيفت عكاظ المحكمة تستدعي الاتحاد. طبعا جاء في التفاصيل بأن أعادت المحكمة العامة بجدة فتح قضية نادي الاتحاد مؤسسة الرياض الذهبية من جديد بعد إغلاق الملف قبل 8 سنوات بعد نجاح صاحب المؤسسة في الحصول على نقض للحكم السابق الذي نص بعدم وجود أي التزامات مالية على النادي لشركة مالكة البطاقة واعتبار عقد مبرم بين الطرفين لاغين. وجهت المحكمة العامة استدعاء لنادي الاتحاد لحضور الجلسة بشأن القضية المرفوعة عليه وفق صحيفة الدعوة المقدمة من صاحب المؤسسة والمتضمن أمرين: الأول تفعيل العقد الذي وقعه 2004 مع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في ذلك الوقت منصور البلوي والمعطل منذ توقيعه حتى اليوم، كما تضمنت الدعوة تعويضا ماليا يصل إلى 800 مليون ريال. يا ساتر يا ساتر، يعني الاتحاد الله يكون بعونهم. أنا أتكلم عن الإدارة الاتحادية الحالية، بس هذا تخرج من أزمة تدخل في أزمة، من مأزق إلى مأزق، والسبب تراكمات سابقة لإدارات تعاقبت على الاتحاد. هذا ما تشوف أنه موضوع مهم وكبير وحساس أبو صالح؟ جدا. بعدين أنا اللي قريتها اليوم أن في وفد من الاتحاد تجاه لسويسرا لمناقشة رئيس النادي، مناقشة بعض القضايا، نعم، ملفات القضايا هذه للاتحاد، نعم، من اللي كان السبب في تراكمها ولماذا تفتح الآن؟ لابد كلنا يعني الان كل واحد تكالبت كل الظروف على الاتحاد، كل واحد بحقه. بدل اذا كان مبلغ مثل هذا 800 مليون ريال اجمالي، هذا ميزانيه الدوله، هذا يشتري النادي كله 800 مليون تشتري مليار الا يعني. ولكن على فكره مصيبه يا بندر، برضو انا يعني بعض ما رشح الحقيقه ومن معلومات كده، كم تتوقع القضايا اللي ممكن اللي الان اللي طبعا مخفيه، كم تتوقع عددها يصل الى كم للاتحاد؟ يعني كم تتوقع يعني مثلا انت لو سالتك سؤال كذا عارف مثلا على الاتحاد؟ نعم تقريبا حوالي ما ادري والله كثير عليه، يعني رقم كبير تقريبا عليه 49 قضيه في الفيفا. نعم في الفيفا وكلها وكل هنا وفي الفيفا شاملة. انا طبعا هذا معلومه من يعني في 49 قضيه، يعني تخيل خلينا نقول يخلصوا 40 لابد يبقى 10 إلى 11 بتكون مصيبة.